مساء الخير احبائي واعزائي. فيديو غريب من نوعه. اين حق ايفون؟ متطرفون يلقون الطفلة القطية ايفون بشرى من الدور الاعلى. لماذا كل هذا الكلام؟ شيء عجيب وغريب ما زال يحدث في كرة متخلفة. قام متطرفون بالهجوم على بيوت الأقباط بالقرية المنكوبة بالبيدرمان، وبعدما احتمت الطفلة إيفون بشرى أقلاديوس التي تبلغ من العمر 12 سنة بمنزلها، ألقوا بها من الأعلى. وحدث ذلك في غزوة الجمعة دون أن يشفعوا للجيرة ولا لصغر سنها ولا لضعفها ولا دين ولا أخلاق. قاموا بكسر الأبواب ووجدوا الطفلة إيفون في الدور الثاني بالبيت، مسكوا بيها ورموها من الدور العالي. هؤلاء المتطرفون قدموا للشيطان قربانا، ولكن عاشت إيفون. وعندها كام كسر لتكون شاهدة على إرهاب فئة فقدت دينها من المصريين. ولكن يبقى السؤال، أين حق إيفون؟ أحبائي وأعزائي، نقول لها ألف سلام عليكي، وشكرا للجماعة اللي مغمضين عينيهم وبيلعبوا مع الشيطان، لكن أكيد ربنا يعني هيجيب لها حقها. ولكن بنقول السيد المسيح علمنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، وباركوا لعينيكم واحبوا مبغضيكم. ربنا يسامحهم ومحبه ربنا تكون معكم. امين.